المولد النبوي. أرجو أن تكونوا بخير، مستعدون لتعلم صنع أشياء جميلة لذكرى المولد النبوي الشريف؟ هيا بنا نبدأ. علينا أولاً أن نحضر أدوات عدة، وهي ورق ملون، أطباق فوم ملونة، ورق مقوى، لبات، أقلام، شريط ملون، مسطرة، لاصق حراري، كرات ملونة، خيط صوف، صمغ، وقرص ليزري. ويلا هوبا، نحضر أولاً طبق الفوم البني ونقص منه دائرتين بقياس واحد هكذا. ثم نحضر القرص الليزري ونلصق الدائرتين عليه باللاصق الحراري هكذا. مستطيلة من الفوم البني بهذه القياسات، ثم نلفها بهذه الطريقة ونلصقها الآن باللاصق الحراري هكذا. جميلة، نكرر الأمر نفسه على مزيد من القطع، ثم نلصقها على طرف الدائرة هكذا. من الشريط الملون قطعة بقياس محيط الدائرة تماماً، ثم نلصقه باللاصق الحراري هكذا. شكل الجمل، ثم نقصه هكذا. نرسم له بعض التفصيلات بالقلم الأسود. نحضر كرات ملونة صغيرة ثم نقص من اللباد البرتقالي هذا الشكل. والآن سنلصق القطع معا. جميل حقا،
الآن شكل الجمل على علبتنا الجميلة من لاصق الحراري هكذا. جميلة جدا. ها قد أصبحت علبتنا معدة لنضع فيها بعض الحلوى. ما رأيكم أصدقائي أن نصنع بطاقة تهنئة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف؟ نحضر أولاً طبقاً من الورق المقوى ونطويه من المنتصف. ثم نقص من الورق الأخضر 6 دوائر. كل دائرة من المنتصف هكذا، ونطوي كل قطعة بهذه الطريقة. ثم نلصق القطع معا بالصمغ. أجملها. نحضر الآن ورقة مستطيلة بهذا القياس. ثم نقوم برسم شكل الباب عليها هكذا. نقص الآن أطراف الباب لجعله متحركاً. ثم نحضر مستطيلاً آخر من الورق بهذا القياس. ونرسم له بعض التفصيلات. نقص الآن طرف المستطيل لنحصل على شكل المئذنة. جميلة! هلالين براقين من الفوم، ونلصق القطع معا بالصمغ. ما أجمله! أصدقائي أن نضيف إليه عبارة جميلة مناسبة لذكرى المولد النبوي الشريف. ما أروعه! تعالوا الآن لنصنع بعض الفوانيس للزينة. نرسم على قطعة من الورق هذا الشكل. هذه القطعة من المنتصف، ثم نكرر الأمر على 18 قطعة أخرى. والآن نلصق القطع معا بالصمغ هكذا. نكمل الآن لصق بقية القطع معا بالطريقة نفسها. ثم نحضر خيطا من الصوف ونلصقه على فانوسنا الجميل هكذا.
أحد طرفي الفانوس ونلصقه مع الطرف الآخر بهذا الشكل. تكونوا قد استمتعتم بوقتكم اليوم. زينة الثلاجة. تكونوا بخير. مستعدون لتعلم صنع زينة جميلة لثلاجتكم؟ هيا بنا نبدأ. علينا أولاً أن نحضر أدوات عدة، وهي أطباق لباد ملونة، مقص، قلم أسود، عود خشبي، كرات صغيرة ملونة، عيون بلاستيكية، مغناطيس، قطن، لاصق حراري، وإبرة وخيط. أولاً قطعة اللباد الزرقاء ونقص منها قطعتين هكذا. ثم نقص من اللباد الأبيض قطعة بهذا الشكل. العود الخشبي ونلصقه باللاصق الحراري على قطعة اللباد. القطعتين معا هكذا. ثم نحشوها بالقطن. نثبت الآن الخيط ثم نقصه. ما أجملها! نلصق الآن القطعة البيضاء باللاصق الحراري. المغناطيس على الوجه الخلفي لقطعة المثلجات هكذا. جميلة حقا! ما رأيكم أن نصنع الآن زينة أخرى للثلاجة؟ نقص من اللباد البني قطعتين بهذا الشكل. صغيرة بالشكل نفسه. نحضر العيون البلاستيكية ثم نخيط القطعتين البنيتين معا بالإبرة والخيط هكذا.
نحتاج الآن زينتنا الجميلة بالقطن؟ ثم نكمل الخياطة ونثبت الخيط هكذا. القطعة الصغيرة باللاصق الحراري، ثم نلصق العيون البلاستيكية. نرسم لها الآن فماً صغيراً بالقلم الأسود. وأخيراً نثبت لها مغناطيساً على الوجه الخلفي. جميلة جداً! تعالوا لنصنع الآن قطعة حلوى جميلة. نقص أولاً دائرتين من اللبات، ثم نقص من اللون الزهري هذا الشكل. نخيط الدائرتين معاً هكذا، ثم نحشوهما بالقطن. نلصق الآن القطعة الزهرية باللاصق الحراري هكذا. ثم نلصق الكرات الصغيرة الملونة على قطعة الحلوى. نثبت لها مغناطيساً كما في الأشكال السابقة. ما رأيكم أن نصنع الآن زينة بشكل قطعة من السكاكر؟ نحضر قطعة من اللباد الأخضر بهذه القياسات، ثم نحضر قطعتين أخريين. نضع بعض القطع فوق بعض، ثم نلفها معاً هكذا. نثبت الآن طرف قطع اللباد باللاصق الحراري بهذا الشكل. نقص الآن مستطيلين صغيرين من اللباد، ثم نخيط طرف المستطيل هكذا.
نشد الآن طرف الخيط ثم نثبته بهذه الطريقة. نكرر الأمر على المستطيل الآخر، ثم نجمع القطع باللاصق الحراري هكذا. ثم نلصق مغناطيساً على وجهه الخلفي. لنصنع الآن زينة حلوى التليتابيس. نقص أولاً دائرتين من اللباد البني، ثم نخيطهما ونحشوهما بالقطن كما في الأشكال السابقة. نضيف إليها شكل العينين والفم كما في حلوى التليتابيز الجميلة. ونلصق المغناطيس على الوجه الخلفي. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بوقتكم اليوم. أقنعة التنكر الجميلة. مرحبا بكم شباب المستقبل، كيف حالكم؟ أرجو أن تكونوا بخير. مستعدون لتعلم صنع أقنعة جميلة لشخصياتكم المفضلة؟ هيا بنا نبدأ. علينا أولا أن نحضر أدوات عدة، وهي أطباق فوم ملونة، مقص، أقلام، عود خشبي، قشة، شريط ملون، إبرة وخيط، قماش تول، ولاصق حراري. نحضر أولاً طبقاً من الفوم اللامع، ونقص منه شكل القناع بهذه الطريقة. يمكنكم أصدقائي الاستعانة بالملف الموجود في وصف الفيديو للحصول على أشكال أقنعتنا الجميلة. جميل! نحضر الآن قطعة من قماش التول، ونثنيها على شكل طبقات بعضها فوق بعض. نثبت الآن قطعة القماش باستعمال الإبرة والخيط بهذه الطريقة. الآن قطعة القماش فوق قناعنا الجميل باستعمال اللاصق الحراري.
نحضر الآن القشة ونزينها بالشريط الملون. نثبت الآن طرف الشريط باستعمال اللاصق الحراري. نزين القشة باستعمال مزيد من الشرائط الملونة بربطها بهذه الطريقة. على قناعنا اللامع. ها قد أصبح معداً. رائع جداً. ما رأيكم أصدقائي أن نصنع قناع الرجل العنكبوت؟ نحضر أولاً قطعة فوم حمراء ونقص منها شكل القناع هكذا. نحدد شكل العينين باستعمال القلم الأسود. ونضيف مزيداً من التفصيلات برسم خطوط شبكة العنكبوت. نلصق الآن العود الخشبي على القناع باستعمال اللاصق الحراري. ها قد أصبح معداً. رائع! تعالوا أصدقائي لنصنع الآن قناع ماشا. نقص أولاً من طبق الفوم شكل وجه ماشا. ثم نقص من الفوم الزهري شكل غطاء الرأس. من الفوم الأصفر نقص شكل الشعر. نجمع القطع باستعمال اللاصق الحراري بهذه الطريقة.
التفصيلات لقناع ماشا الجميل. نحضر الآن قطعتين من الشريط الأبيض ونلصقهما على طرفي القناع باستعمال اللاصق الحراري. أيكم أصدقائي أن نصنع قناع الدب صديق ماشا؟ نحضر أولاً طبق الفوم البني ونقص منه هذا الشكل. نقص هذا الشكل من الفوم الملون بلون البشرة. مزيداً من القطع على شكل الأذنين. وقطعة على شكل الأنف. نجمع القطع بهذه الطريقة، ثم نلصقها باستعمال اللاصق الحراري. الآن شكل الفم باستعمال القلم الأسود. ثم نلصق له شريطتين كما في قناع ماشا. أصبح معداً، كم هو جميل! أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بوقتكم اليوم. زينة الأكواب. مرحبا بكم شباب المستقبل، كيف حالكم؟ أرجو أن تكونوا بخير. مستعدون لتعلم صنع زينة جميلة لأكوابكم؟ هيا بنا نبدأ. علينا أولا أن نحضر أدوات عدة، وهي فرو، حبل مطاطي، شريط ملون، أقلام، لبات، عيون بلاستيكية، كرة ملونة، زر، إبرة وخيط، قطن، ولاصق حراري. ويلا هوبا،
نقص أولاً من اللباد الأزرق قطعة مستطيلة بهذه القياسات. ثم نقص من اللباد الأبيض قطعة بشكل الجبال. ومن اللباد الأسود نقص شكل البطريق. ونصنع له الآن مزيداً من التفصيلات. نضع قليلاً من اللاصق الحراري على قطعة اللباد البيضاء. ونلصقها الآن هكذا. ونلصق البطريق والقطع الأخرى بهذه الطريقة. ما أجملها! ما رأيكم أن نرسم له عينين جميلتين؟ لطيف! والآن نخيط الزر على طرف غلاف الفنجان هكذا. نحضر الآن الحبل المطاطي ونقص منه قطعة صغيرة هكذا. ثم نثبتها على الطرف الآخر باستخدام اللاصق الحراري. ثم نلصق فوقه مستطيلا صغيرا. جميلة! تعالوا أصدقائي لنضع الغلاف الجميل لفنجاننا. رائع جدا! يمكنكم أصدقائي صنع أشكال أخرى بالطريقة نفسها. أريدكم الآن أن نصنع قاعدة لفنجاننا. نقص من اللباد الأخضر قطعة بشكل ورقة الشجر هكذا. ثم نضيف بعض التفصيلات باستعمال الإبرة والخيط بهذه الطريقة.
ما أجملها! تعالوا لنصنع قاعدة للفنجان بشكل جميل آخر. نقص من اللباد الأخضر قطعة بهذا الشكل. ثم نرسم شكل وجه الضفدع. ونقص منه قطعتين هكذا. نخيط الآن القطعتين بهذه الطريقة. ثم نحشو ضفدعنا الجميل بالقطن. ونكمل الخياطة. ونثبت الخيط هكذا. نلصق له الآن العينين البلاستيكيتين باستعمال اللاصق الحراري. نلصقه الآن على القاعدة. ونضيف له بعض التفصيلات. ها قد أصبحت قاعدة فنجاننا مهيئة لنضع عليها فنجاناً من مشروبنا الساخن المفضل. رأيكم أصدقائي أن نصنع الآن حافظة جميلة لعلبة المياه؟ نحضر مستطيلاً من اللباد بالقياسات الآتية. ثم نقص دائرة بقياس قطر قاعدة علبة المياه. نلف الآن المستطيل حول علبة مياهنا الجميلة، ثم نثبته باستعمال اللاصق الحراري هكذا. ونلصق الآن الدائرة لتشكل قاعدة لحافظة المياه. ما أجملها! أن نزينها بشريط ملون. جميلة جدا. لنضيف إليها بعض التفصيلات باستعمال القلم الأسود.
أقص شريطاً طويلاً من اللبات ونلصقه على حافظتنا بهذا الشكل. ثم نحضر حبلاً من الفرو الجميل ونلصقه باستعمال اللاصق الحراري هكذا. أصبحت حافظتنا الجميلة مهيئة لنضع فيها علبة المياه. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بوقتكم اليوم. حاجات فصل الشتاء. مرحبا بكم شباب المستقبل، كيف حالكم؟ أرجو أن تكونوا بخير. مستعدون لتعلم صنع بعض حاجات الشتاء الجميلة؟ هيا بنا نبدأ. علينا أولا أن نحضر أدوات عدة: فوم براق، لبات، فرو، قطن، إناء زجاجي، قوس شعر، عيون بلاستيكية، قلم أسود، ألوان زجاجية، ريشة، حبل مطاطي، ولاصق حراري. هوبا، ما رأيكم أصدقائي أن نبدأ بصنع غطاء للعيون على شكل ثعلب؟ نحضر أولاً طبقاً من اللباد الأبيض ونقص منه هذا الشكل. ثم نقص من اللباد باللون البرتقالي هذا الشكل أيضاً. نقص بعض القطع الصغيرة من اللباد لنضيف مزيداً من التفصيلات لثعلبنا الجميل. ثم نلصق القطع باستعمال اللاصق الحراري بهذه الطريقة. نرسم له الآن العينين باستعمال القلم الأسود. رائع! نحضر الآن الحبل المطاطي ونثبته باستعمال اللاصق الحراري على الوجه الخلفي لغطاء العيون هكذا. ها قد أصبح مهيئاً ونوماً هنيئاً يا أصدقاء. ما رأيكم أن نصنع غطاء عيون آخر بشكل النمر الوردي؟
أصدقائي لنصنع واقيات أذنين جميلة. نقص من قماش الفرو دائرتين بهذا الشكل. ثم نلصق الدائرتين باستعمال اللاصق الحراري، ونترك فتحة صغيرة في أعلى الدائرة لحشوها بالقطن. نصنع دائرة أخرى بالطريقة نفسها. نحضر قوس الشعر وشريطاً طويلاً من اللباد الأبيض ونلفه بهذه الطريقة. جميل جدا. نثبت الآن كرتي الفرو على قوسنا الجميل باستعمال اللاصق الحراري. أن نصنع من الفرو شريطة صغيرة. نقص مستطيلاً من الفرو ثم نلصق طرفيه باستعمال اللاصق الحراري هكذا. نلف الآن حوله قطعة صغيرة من اللباد. لطيفة. لنلصقها على واقيات الأذن الجميلة. ها قد أصبحت معدة لتدفئة أذانكم. ما رأيكم أصدقائي أن نزين هذا الإناء الزجاجي على شكل رجل الثلج؟ نقص دائرة من الفوم البراق، ثم نقص مستطيلاً بالقياسات الآتية. نقص دائرة أخرى وشريطاً رفيعاً من اللباد الأحمر. نلصق الآن الأجزاء كلها باستعمال اللاصق الحراري بهذه الطريقة. جدا. هيا لنلصقها على غطاء إناءنا الزجاجي. نلصق الآن العينين البلاستيكيتين.
أنفاً مثلث الشكل. ثم نرسم له فماً جميلاً باستعمال الألوان الزجاجية. ها قد أصبح معداً. جميل جداً. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بوقتكم اليوم. لا تنسوا أصدقاء سبيستون الضغط على زر الاشتراك وأن تشاركونا فيما صنعتموه من حاجات الشتاء الجميلة على مواقع التواصل الاجتماعي. ألقاكم في حلقات جديدة إن شاء الله. مع السلامة.